ده ايه الجمهور الحلو ده؟ كل ما ادخل واطلع هتسقفوا لي؟ ده شيء لا، طب سقفوا لنفسكم بقى. اشكركم. طيب يعني احنا شايفين مهرجان عظيم جدا، وزي ما قلنا اتولد كده ومن اول دوره ليه وهو مهرجان على مستوى عالمي، بمستوى عالمي فعلا زي ما حضراتكم شفتوا. في ناس كتيره قوي ورا عملوا مجهود كتير قوي وكبير قوي علشان المهرجان ده من اول دوره ليه يكون بهذا المستوى. فلازم نشكر كل الجهات والمؤسسات اللي كانت سبب في نجاح هذا المهرجان الاستثنائي. واول هذه المؤسسات الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه اللي بنشكرها مرتين، واللي انا يعني كل فخر ان انا بنتمي لهذه المؤسسه. الشكر الاول على الاحترافيه في التنظيم والتنوع في الفعاليات. الشكر الثاني مبادره المتحده بتخصيص عوائد المهرجان لمؤسسه حياه كريمه اللي بتقوم وبتقدم دور مجتمعي رائع مهم، فنحييهم تحيه كبيره جدا وبنشكرهم شكر خاص. والشركه المتحده دايما بتوعد كل الجمهور المصري والجمهور العربي انها دايما تكون عند حسن ظنكم وتقدم لكم منتج ترفيهي ومنتج اعلامي على اعلى مستوى، لان احنا نستاهل ان احنا نقدم، والشعب المصري يستاهل ان هو يشوف احلى حاجه. طيب خلينا كمان، اي عمل بيتعمل مهرجان، مسلسل، فيلم، برنامج، لازم يبقى وراه رعاه. ودايما بنشوف يمكن في مهرجانات عالميه ومصريه يمكن تانيه كتير الرعاه يقولوا هنشوف اول سنه، تاني سنه هنجرب، وبعد كده نكون رعاه للمهرجان او البرنامج او او او. لكن بما ان المهرجان ده ابتدى قوي جدا فكان في رعاه معانا من اول يوم، كانوا شايفين مستقبل المهرجان شكله ايه، وشايفين التحضيرات والمجهود اللي بيتعمل على اعلى مستوى لهذا المهرجان. فخلونا لو سمحتوا نشكر شركه وي وشركه سيتي ايدج والبنك الاهلي المصري وشركه حديد عز والبريد المصري، لانهم كانوا رعاه لهذا المهرجان من اول يوم، فبنشكرهم شكر خاص جدا. وطبعا مره ثانيه شكر موصول للجمهور العظيم اللي نور ليالي العالمين وكان حضوره اكبر من كل التوقعات، بنشكركم.